Welcome there students in vocational school. Today we have a lesson for commercial school only. Uh, we will explain dialogue or speaking as uh, it in your box. Uh, مرحبا بكم طلبتنا الاعزاء في تعليم المهني وحديثنا لهذا اليوم خاص لطلبه التجاري وحديثنا راح يكون تحديدا عن ال dialogues اي المحاورات الموجوده في كتابكم. في قراءة واستعراض سريع لمفردات الكتاب وصيغ الوزارية اللي تتحدث عن موضوع الإنشاء الإنشاء من المواضيع المهمة الموجودة في كتابكم مثل ما تعرفون واللي عليها عشر درجات بالامتحانات الوزارية عشر درجات بالامتحانات الوزارية وتحديدا تكون بالسؤال الثاني فرع A أو B السؤال الثاني either A or B. عليها عشر درجات راح نشوف شنو هي المحاورات وكيفية حلها وشلون تجينا بالأسئلة الوزارية وكل يونت شلون تكون فكرة المحاورة الموجودة بي اليونت الأول عندنا محاورة الموجودة عندكم في كتابكم المنهجي ومثل ما تعودنا أريد كتابكم وياكم ودفتر ملاحظاتكم حتى تنزل ملاحظات الخاصة بيك بنفس الوقت تسجل كل يونت معلومات عنه شلون تجينا الأسئلة الوزارية ومن شنو يتكون الدايلوج تحديدا أوكي فرح نشوف مثل ما وضحت لكم في بداية حديثي أنه المحاورة المحاورة اللي عليها عشر درجات وموقعها بالفرع بي بالسؤال الثاني اوكي اما المحاوره اللي خاصه بالفصل الاول فراح تكون بالشكل التالي هذه هي محاوره الفصل الاول محاوره بسيطه جدا محاوره مفرداتها مغربه عليكم كل اللي اريده انه انا راح اقراها لك حتى تصير واضحه عندنا المحاوره هاي او الدايلوجس هذا بين احمد اند his father. اسكينج هيم Uh, 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 about money for playing games uh, as you see father what are you doing ahmed what are you doing ahmed i am counting my money Red, uh, ahmed ali i am counting my money how much do you have uh, i have uh, 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 500 dinars I don't have, uh, I don't have enough money to buy a video game how much do you need uh, ما عندي الكميه الكافيه لشراء المال لي, uh, uh, الكميه الكافيه من المال لشراء اللعبه okay؟ how much do you need بكم تحتاج i need to save uh, 500 more dinars to buy the video game احتاج اكثر من 500 خلينا نقول دينارز لشراء الالعاب لشراء لعبه الفيديو اذا تشوفون انه أنا وضعت خطوط وضعت خطوط تحت بعض المفردات لايك كاونتينج لايك هاو ماتش لايك اناف اور فيديو جيم نيد اوكي مثل ما تشوفون الغرض من عندها انه اسلط الضوء انه اخليك تنتبه على بعض مفردات البعض ينزل المفردات هذه تحديدا اللي حفظها وهذا شيء خاطئ لأنه ممكن المفردات بالوزاري تتغير يعني يعني مو نفس المفردة اللي تعلمتها إنه هي راح تكون بالفراغ الكذا بالمحاورة باليونت كذا فعليك إنه تحفظ الحفظ قدر الامكان انه انا اعيد قراءتها عده مرات وبصوت عالي راح يصير عندي خلينا نقول مخزون بالذاكره صوتي وبنفس الوقت شكل الدايلوج يعني شلون نقول سكرين برنت ان يور ميموريز بهالطريقه حتى استحضرها واني بالامتحان وبنفس الوقت هي حفظ مفردات جديده، شوفوها ايش قد بسيطه وسهله الخطوط اللي حطيتها للتركيز وليس لحفظ هذه الكلمات تحديدا، اوكي؟ آه هذا هو الدايلوج الاول آه ننتقل إلى دايلوك الثاني الدايلوج الثاني اللي يخص يونت 2 عندك هو مثل ما تشوفون بالكومباني اكاونت في شركه شركه حسابات خلينا نقول شركه محاسبيه فهنا الحوار او الدايلوج بين حازم ووسام. وايضا مفردات بسيطه وواضحه راح اقراها عيني وياي تابع واسمع الصوت عده مرات حتى يسهل عليك عمليه الحفظ. الدايلوج مثل ما تشوفون بين حازم وويسام. حازم ووسام حازم اسكينج وسام كان وي توك فور مومنت ايضا وضعت بعض الخطوط تحت بعض المفردات للتركيز عليها وبنفس الوقت لحفظها. فمثل ما تشوفون هنا اوكي هنا وياي 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 اوكي okay. مثل ما دا نشوف انه وسام كان وي توك فور ا مومنت ممكن ان نتحدث شور وات وات وود يو لايك تو ديسكاس وات وود يو لايك تو ديسكاس بماذا ترغب بالنقاش I'd like to look into the company count for a moment. أرغب بالنظر بسجل حسابات الشركة for a moment. يعني ولو للحظة. I did the bookkeeping. يعني رتبت سجل الحسابات yesterday and update. أبدت إنه no. حدثت أو أجريت تغييرات على the balance sheet the balance sheet اللي هي ورقة الميزانية. Yes, I don't understand some of these uh, uh, dedications. ما افتهمت بعض هذه uh, uh, خلينا نقول deductions means الاستقطاعات لم افهم بعض الاستقطاعات اذا هذا الديلوك اللي هو بالفصل الثاني اللي راح تروح تحاول تحفظه وتفهم مفردات جديده عليك وارتباط كل مفرده بالجمله الراجعه لها، يعني انا هنا أنا حطيت خطوط بعض المفردات، هاي المفرده من حطيت خط جواها الممراجعة اوكي؟ هاي المفرده الممراجعة اللي ممكن ممكن تتغير الكلمه، ممكن نعم ممكن ممكن جدا انه اغير بعض المفردات اخلي خط تحتها بالامتحانات الوزاريه. Okay. اوكي <أمين> نيجي هسه على الدايلوج اخ هذا أنها صار عندنا دايلوج نمبر 1 اور 2 اند 2 ناو وي هاف ذا دايلوج اون نمبر يونت 3 دايلوج يونت 3 بليسينج ان اوردر هو وضع طلبيه وضع طلبيه ايضا اون ذا تليفون في الدايلوج مثل ما تشوفون دايرك مثل ما دا شوفون هنا اوكي okay. خلينا نحدد اون تليفون وحتى يصير واضح لكم اوكي هالو ذس جانيت فروم ا كومباني مي اي سبيك تو مستر دلشات هالو مس جانيت ذس از دلشات هالو اي ود لايك تو بليس ان اوردر فور ان امبر فور اوف يور اتش بي ديسك يونيتس سيرتلي how many we were interested in ordering for a purchase? Quite a few. Do you have many available in the warehouse? We keep a large supply in stock. مثل ما تشوفون انه انا خليت خطوط تحت بعض المفردات آه مثل ما تشوفون as in place, disk unit, interested, available, warehouse, stock, لذا تعني مخزن اوكي، سبلاي تعني تجهيزات ممكن أيضاً ممكن أن نضع خط تحت سبلاي أيضاً موجودة هيك فقرة أيضاً انتبهوا عليها الكلمة يعني، يعني مفردات متعددة ممكن تفيدنا وتساعدنا، الستوك تعني مخزن مثل ما نعرف مخزن به المفردات حتى يصير واضحة، اوكي هذا هو الدايلوك الثالث وهذه هي الخطوط اللي حطيناها حتى تنتبه عليها وبنفس الوقت مفردات جديدة عليك تعيد بها عدة مرات وتصير واضحة لك وبعد شوية أشوفك شلون تجينا بالأسئلة الوزارية on unit 5 as you see unit 5 we have a dialogue and this dialogue about a delivery problem and مشكله في التسليم ومثل ما تشوفون هنا بتوين هنري سميث اللي هو as a secretary و مستر uh, اندرسون اوكي okay. طبعا بالمناسبه اريد اوضح فقره مهمه جدا انه بالامتحانات الاسماء نهائيا ما موجوده انا يعني مرتبه لكم الاسئله وراح اشوف لكم اياها بس بالامتحانات الوزاريه ماكو اسماء انت راح تفهم انه هذا الدايلوج راجع لليونت الفلاني وتقدر تسيطر على مفرداته اوكي هلو ذيس از هنري سبيكينج هاو مي اي هيلب يو هاو اي هيلب يو Uh, yes, uh, this is uh, Ms. Anderson calling. May I speak to Mr. Frank, please? Franks, please? I'm afraid Mr. Franks is out of the office at the moment. Okay. Uh, would you like me to take a message? Would you like me to take a message? We spoke yesterday about a delivery problem. Did, uh, did Mr. Franks leave any information uh, with you؟ هل ترك لك أي معلومات؟ Information. As a matter of fact، بالحقيقة no, he did. Uh, he said uh, that a representative from the company might be calling. Uh, he is. Uh, he also asked me to ask you a few questions. دايلوج بسيط جدا بس عدة مرات قراءة ويونت بيونت راح يتضبط عندكم طبعا احنا هنا لانه نريد نستعرضهم بشكل كامل وتصير واضحة لك انت كل يونت راح ياخذ من عندك كذا من الساعات وبايام المتواصلة راح يكون عليك سهل حفظ الكتاب باكمله. ننتقل الى يونت 6 هنا في يونت 6 اختلف الوضع عندنا في يونت اليونتات السابقه اللي هو نمبر 1 اور 2 اور 3 اور 5 عندكم هنا عباره عن فراغات لكن في يونت 6 الموضوع اختلف اختلف من اي ناحيه اختلف في صياغه الاسئله او في طريقه الحل انه هنا انا عندي بهيك شيء راح ينطيني اياها بشكل خلينا نقول آآ يعني آآ مخربط او ما مرتب واحنا راح نرتبه راح نسوي له ري ارينجمنت اوكي هنا أنا اني هذا هي التمرين موجود هنا خليني أو اوضح لك شكله هذا هو شكل السبييكنج الموجود عندكم بكتابكم هذا هو شكل السبييكنج الموجود عندكم انه 5.6 سوري 6.5 اللي هو موجود بكتابكم ري ارينج ري ارينج اعد ترتيب ذا فولوينج انتو كوركت اوردر correct order بالصيغة المضبوطة أو بالصيغة, بالصيغة الصحيحة and then share dialogue with your classmates. Okay. هو راح ينزلها لكم بكتابكم موجودة بهذا الشكل. أنا يعني ما راح أق... ويطلب من عندكم أن تسوي كر إن كوركت أوردر أي ري أرينج إذا صيغة الري أرينج تنتبه عليها ري أرينج أنا راح أ... راح هسه مثلا هنا أنا مثلا عندكم هلو كان أي هيلب يو هي لافز تويز يعني ده تلاحظون إنه خلينا نقول ما متصلة وحدة بالثانية يعني ما مترابطة بالمعنى أوكي فهنا راح نشوف الصيغة خلينا نقول الحل صيغة الحل الموجوده عندنا بهالطريقه، اذا هاي الصيغه اللي ينطينا اياها راح مثل ما شفنا انه في باد في بادئ الامر انه ما متصله المفردات مع بعضها، فلما نجي عليها وهي في حاله ري ارينج ترتبت فيكون الترتيب او صيغه الحل بالشكل التالي مثل ما تشوفون بالشكل التالي، اوكي؟ هذه هي صيغه الحل لسؤالكم وهذه الصيغه اللي راح تعتمدوها بالحفظ. Hello, can I help you? Okay, مثل ما تشوفون، ممكن مرحبا، ممكن مساعدتك هل أستطيع؟ Yes, please. My brother has a birthday today. I want to buy him a present. What would you like? Uh, what does he like? Sorry, what does he like? He loves toys. ماذا يرغب؟ ماذا يحب؟ يحب الألعاب، toys معنى الألعاب. How about rechangeable motor? ماذا عن الموتورات القابلة للشحن؟ Uh, this makes uh, uh, 25,000 Iraqi dinar. Good idea. Give me the red one. Here you are. Anything else? No, thank you. Here you are. Goodbye. Goodbye. احنا نحفظ صيغة المرتبة الصيغة اللي مرتبة هذه الصيغة اللي أنا قريتها بالشكل الكامل لأنها متواصلة ومترتبة حتى من أشوفها للسؤال وهو بصيغة أخرى أنا على معرفة ودراية بالترتيب المضبوط اوكي هذا هو المطلوب لحفظه اوكي اذا هذا هو المطلوب لحفظه ذاك من يعطيني صيغه ري ارينج هذه هي الصيغه اللي هي تم الترتيب بها نفس اليونت ايضا عندنا تمرين هنا أنا. خليني اوضحه لك في نفس يونت 6 في نفس اليونت بيونت 6 اوكي هنا عندنا عندنا تمرين ايضا موجود بالاسئله الوزاريه كدايلوج عندنا تمرين موجود خليني اكبره اوكي حتى يصير واضح أوكي okay. مثل ما تشوفون هنا أيضا «rewrite the following sentence in the correct order» يطلب من عندك أن ترتبه بطريقة «إذاً إذاً «rearrange» أور «rewrite» «ري», أو ري, ري هذه يعني نعيد نعيد ان كوركت اوردر اوكي حتى نسوي الدايلوج حتى نرتب الدايلوج الصيغه هنا مثل ما تشوفون أه هنا مرتبيها بهالطريقه مثلا هاو ماتش ار ذا كاردز ذي ار 2 دولار اوكي 2 دولار اكلو مي انا مطيت الصيغه المرتبه مباشره انا اعطيتك الصيغه الحفظيه تماما اوكي تشوفها راح تشوفها بكتابك ان 6.6 راح موجود عندكم بكتابكم في هذا التمرين، بنعطيكم اياه بصيغه خلينا نقول هي غير مرتبه، انت راح تعيد ريرايت او ارينج وصيغه ارينج هذه اللي تشوفها جدا بسيطه اللي هي how much are the carrots uh, بكم سعر الجزر؟ there are 2 dollars كيلو، سعر الكيلو 2 dollars. may I have a kilo please؟ ممكن اخذ كيلو؟ sure here you are 2 dollars please. thanks. Thanks here is two dollars okay واضح يمكم وموجود عندكم رتبها بهالصيغه هذه حتى يصير واضح عندك اوكي نجي نشوف ال الاخير اللي هو بيونت 7 يونت 7 الدايلوج مالته عبارة عن صيغة ماتش، صيغة مختلفة تماما عن الصيغة المسبقة، لكن موضوع جدا واضح وسهل، موجود عندكم بكتابكم في هذه صيغة السؤال وهذا رقم التمرين، خلينا نوضحه، هذه صيغة السؤال وهذا هو رقم التمرين مثل ما تشوفون، هذه هي صيغة السؤال، speaking match their question and left with their response in uh, uh, list uh, another list to make a dialogue حتى تسوي لي ال ال مثل ما تشوفون in 7.4. أما فكرة ال التمرين هو نفسه فهو هذا هو تمرين موجود بكتابكم مثل ما تشوفوا بهالصيغة ربط راح كل اللي يصير عندي هو ربط فراح يكون بهالشكل هذا. هذا هو صيغته، هذا هو صيغته اللي هو مجموعة اسئلة موجودة هنا او موجوعة المجموعة اللاستة الثانية. اوكي، إذا مثل ما تشوفون هنا ثواني خلينا نكبرها بصيغة. سوري. خلينا نكبر الصيغة حتى تصير واضحة هي وشكل حلو لها. اوكي. lester are you originally from uh, this part of the country ال اللست A مثل ما تشوفون اللي هي شويه انقطعت بس واضحه ان شاء الله. Are you originally from this part of the country? هل انت اصلا من هذه البلاد؟ فالحل موجود عندنا في مثل ما تشوفون هنا. No, I come from a small town in the south. فراح يكون عندك 1 تاخذ بهالحاله الدي. النقطة الثانية اللي هي What do you do in your spare time؟ إذا يسألك عن السبير spare time، spare time كلش واضحة وصيغة الحل إلها راح تكون موجودة طبعا شنو اللي إحنا بال spare time شنو اللي نسوي؟ Read or play؟ إذا I read a lot and play a little golf إذا مثل ما تشوفون صيغة الحل اللي هي to تأخذ إن سي On three, is this your first visit to the north of Germany? السؤال بي is إذا الجواب غالبا ما يكون بي yes أو no. فبهيج حالة ده يسألنا is this is your first هل هي زيارتك الأولى؟ فجوابي لازم يكون بي yes أو no. فهنا أنا راح يكون عندي اي اللي هي يس اي ام لوكينج فورورد تو سيينج سمثينج اوف ذيس اريا اذا الجواب يس او نو والاجابه هي في يس yes. النقطه اللي بعدها اللي هي ار يو انترستد ان سبورت ار يو انترستد ان سبورت فجوابنا ايضا بي يس او نو ويس او نو no راح تكون بمثل ما تشوفون يس فيرلي اي واتشد ا لوت اوف فوتبول اون تي في النقطة الخامسة مثل ما تشوفون اللي هي So what do you think of our city فرح ناخذ لها النقطة اللي هي I haven't seen much of it but I, it seems really interesting. فصيغه الحل طلبتنا الاعزاء راح تكون هي هذه الصيغه بعد ما فهمنا مفرداتها وافتهمنا صيغتها هذه هي صيغه الحل حتى تكون واضحه لكم، وسواء كانت افقي او عامودي ما تختلف القضيه، المهم انه اختيارك صحيح راح يكون بالشكل التالي، اوكي؟ نجي هسه نجي هسه خلينا نشوف الصيغ اوكي الصيغ الوزاريه اللي هي الصيغ الوزاريه حتى نفهم بعد ما درسناهم يونت يونت وحفظنا مفرداتهم نريد نعرف شلون راح تجينا الاسئله الوزاريه الاسئله الوزاريه مثل ما تشوفوها قدامكم هنا خلينا نكبر سؤال سؤال ويصير واضح بالنسبه لكم حتى يصير واضح للعيان هنا الصيغه اهم الصيغ الوزاريه اهم الصيغ الوزاريه خليني اخذ هنا اوكي مثل ما دا نشوف شوفوها هنا هنا راح يعطيك اياه complete the following conversation with the words from the list below كمل لي المفردات الدايلوج التالي من المفردات هذا غالبا ما تكون حاضره وعندك موجوده هذه تشتغل عليها بيونت 1 يونت 2 يونت 3 اوكي اند فايف اذا هذول اليونيتات اللي انا عددتهم هسه هاي الصيغه الامتحانيه اللي تجي لها اللي هي عباره عن مفردات فوق وانت المفروض تنزلها بفراغاتها مثل ما هنا انا عندك هذا الدايلوك الاول اللي قبل شويه انا قريته اللي هو منطيك مجموعه مفردات والمفروض انت تكون حافظ ومثل ما تشوف تنزلها بال مفردات بالشكل التالي اوكي اللي هي وات ار وات ار يو ومحدد لك النقاط وانت ايش راح تسوي حترقم بالامتحانات راح ترقم انه 1 2 3 4 5 وتنزل المفردات الراجعه بالفراغ شنو هي مثل ما مسوي احنا هسه بهالطريقه بحيث يترتب على شكل دايلوج او uh, يو احمد اي ام كاونتينج ماي ماني انت تكون حافظه ومسترسل بالكلمات مالته فراح تنزل ليها كنقاط راح تسال نكتبه لو من كل كله لا ما تكتبه كله اكتب لي النق الفراغ رقم واحد وتنزل لي الكلمه الراجعه الى رقم اثنين والفراغ الراجع الى وهكذا بعد ما يكون واضح بالنسبه لكم اوكي نجي هسه نجي هنا نشوف الصيغه الاخرى اللي ممكن تجينا الصيغه الاخرى اللي ممكن تجينا هي هنا عندنا هذا ايضا مثل ما تشوفون اللي هو الري ارينج الري هذه الصيغه تشوفون هذا الصيغه هنا شوفوها عيني هذا ايضا صيغه وزاريه الصيغه الوزاريه اللي قلت لك عليها تحديدا يونت 6 تحديدا يونت 6 عندنا ينطينا اياها شوف ري ارينج ذا فولوينج سنتنس ان ذا كوركت اوردر اوف ذا دايلوج اللي هي موجوده في يونت 6 مثل ما قلت وبنفس الوقت يعطيك اياها بهالصيغه الغير مترابطه انا يعني شنو اللي طلبت؟ طلبت انه تحضر لي الصيغه المترابطه حتى يصير عندك سهل هذا الموضوع. اوكي؟ ما راح يجيب لنا كل الدايلوك يعني ما ما راح يجي شيء كل الدايلوك اكيد فغالبا تكون خمسه بالضبط او اربعه حتى خمسه او اربع درجات حتى خمسه او اربع نقاط حتى تساوي لنا خلينا نقول الدرجه المناسبه فمثل ما تشوفون صيغه الحال اللي هي هلو كان اي هيلب يو موجوده عندكم هنا أنا صارت بهاي النقطه انا اقدمها بهالطريقه شوفوا ارقم واجاوب بهالطريقه اذا هلو كان اي هيلب يو هنا النقطه

اوكي ممكنة وهذه هي صيغة الحل بهالطريقة اوكي فاذا مثل ما وضحت قبل شوية بالحلول شوفوا هنا أنا اريد اوضح اريد اوضح لكم فقرة هنا أنا. هنا أنا فقرة انه question to انه الدايلوج مثل ما قلت لك ما راح يجيب لك اسماء الاشخاص اللي كانوا متحاورين ما راح يجيب لنا اسماء الاشخاص اللي كانوا يتحاورون شوفوا الدايلوج بهالطريقة مجرد شارحه قبل كل عباره ووراها يرقم لك الرقم اللي خاص بي وتنزلها وهكذا هو بالنسبه لبقيه اذا مثل ما قلنا الدايلوكات صارت عندنا بين فراغات والفراغات تختص على اليونت الاول اليونت الثاني اليونت الثالث اليونت الخامس ممكن يجيني على شكل ري اعاده ترتيب وإعادة الترتيب تكون موجودة بالفصل السادس ب تو دايلوكس اللي كانت تتحدث مثل ما حكينا قبل شوية عن ريتشينجبل موتورز أو الكاروت والدايلوك الأخير اللي هو يتحدث عن شيء اسمه ماتش توصيل وشوفتكم صيغة الحل شلون راح تكون كل المطلوب من عندكم هسه ان تضبطوا حل تمرين قراءة خلينا نقول تضبطون قراءة يونت يونت ويتم الحفظ حتى يصير موضوع الحل بشكل واضح وسريع اوكي؟ وحفظ الدايلوج ما راح يكون من اول مرة او ثاني مرة، يعني حاول تكتبه، حاول تكتبه، كتب الدايلوج ما بها شيء، اكتبه بدفترك تكتب دفترك، تقدر تكتب دفترك خلينا نقول ثلاث اربع مرات، اكتبه ثلاث اربع مرات للدايلوج بالتقطيع اللي وضحته لك أني هسه هنا أنا على اللوحة وحفظه، كتبه ثلاث اربع مرات خطك راح يتضبط، اوكي؟ خطك يتضبط وبنفس الوقت إملائك يتحسن، صيغة الحفظ الحفظ راح اسهل عليك صيغه الحفظ لا يمكن تكون بطريقه القراءه فقط لا خلينا نحاول نكتب الكتابه تساعدنا وتضبط خطوطنا آه آه ف وبنفس الوقت انا من حكتب خطي راح يكون مناسب للصيغه الوزاريه لانه معظم طلبتنا الاعزاء حاليا وكل في كل انحاء العراق اللي نقول انه هو كتابته تكون على الموبايل، كتابته تكون على الحاسب الالكترونيه، لكن استخدامه للقلم نادرا، فبهالحاله من حيجي حي يكتب بالوزاري خطه راح يكون غير مناسب للغالبيه يعني، فاحنا حتى نبتعد عن هاي الفقره، نضبط خطوطنا بكتابه ثلاث اربع مرات، اوكي؟ ثلاث اربع مرات للدايلوج كل واحد وبنفس الوقت راح يصير تحفظ تحفظة بذاكرتك بشكل أقوى، أوكي؟ وتحفظة وإن شاء الله مواضيعنا سهلة وأشوفكم بحلقة أخرى وشكرا لإصغائكم طلبتنا الأعزاء تحياتي.